مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من سنه اولى طبخ. منورنا ومشرفنا وجودكم معانا دايما، هو احلى واجمل حاجه على بي ان سي فود. عملنا حلقه احنا يعني حاولنا نختلف بس شويه، فبدل ما في ايام طبعا بنعمل فكره سفره او فكره تركيبه كذا طبق مع بعض، لكن في ايام بناخد حاجه من اولها لاخرها تغطيكوا في اي عزومه لاخر رمضان. عملنا يوم للسلطيات، ايه السلطيات دي؟ للسلطات الشرقيه. النهارده هنعمل يوم للسلطات الغربيه، فكده انتوا عندكوا حلقتين مرجع لاي وقت عندكوا عزومه مش عارفين تعملوا سلطه ايه. النهارده هنعمل سلطه بطاطس بالمايونيز، ربنا يعني نقدرنا ونعملهم كلهم، بس انا دايما بتفائل يعني وبيخلصوا الحمد لله. السلطه الروسيه وسلطه فاصوليا خضراء، كول سلو سيزر سالاد وجريك سالاد، سلطه يونانيه وسلطه سيزر وكول سلو وسلطه فاصوليا خضراء وسلطه روسيه وسلطه بطاطس بالمايونيز، اغلبيه السلطات بتاعه المطاعم اللي كله بيحبها. يلا نبدا على طول. سلطه البطاطس بالمايونيز، 5 بطاطسات مقطعينهم سلقينهم اول حاجه، بنسلقهم وهم سلام وبالقشر، بعد كده اما يبردوا خالص بنقشرهم ونقطعهم مكعبات، نص كوبايه من الكزبره المفرومه ونص كوبايه من الخيار المخلل المفروم، 6 فصوص من الثوم المفروم، كوبايه من المايونيز ونص كوبايه من اللبن الرايب، وملح وفلفل اسود. من اجمل السلطات اللي ممكن تعملوها. هنجيب بوله، وفي البوله دي هنعمل الدريسنج على طول. انا بقى طول الحلقه هحتاج ايه؟ مضرب سلك وهحتاج سباتشولا، فخلي الاثنين كده جنبي. يلا بينا. هبدا بان انا اعمل الدريسنج. المايونيز اللبن الرايب الثوم مخلل الخيار الكزبره المفرومه، والتركيبه دي كده زي ما انا قايلها بالظبط بنفس المقادير دي بالظبط، هتديكوا بالظبط زي بتاعه المطعم ياه بتاع البيتزا اللي انتوا بتروحوا مخصوص عشان تاكلوا السلطات دي فيه بالظبط، ولا تفرقوهم عن بعض. هنقلب لحد ما اتخلط كل حاجه مع بعضيها، وما تنسوش تتصلوا بينا على 1710 من اي تليفون موبايل و0909710 لاي تليفون ارضي، بنتبسط جدا بمكالماتكم وبنسعد بيها. ناقص لنا كده الملح والفلفل الاسود، خلوني احط البطاطس بعدين احطهم. تركية جامده جدا ان البطاطس لما تنزل في الدريسنج تبقى لسه دافيه، لو ده حصل البطاطس بتتشربه احسن بكتير جدا وبتتنكه بنكهته احسن بكتير جدا. طبعا البطاطس انواع، في احيانا انواع بتبقى كده بتتهري شويه، في انواع بتبقى ايه ماسكه نفسها، فزي بقى انتوا ونصيبكم يعني، المهم النتيجه بتبقى كويسه في الاخر. ملح وفلفل اسود وهنبدا نقلب بسباتشولتين كده قدام بعض كده اهو من فوق لتحت، لحد ما نلاقي ان البطاطس بقت كلها متشربه بالدريسنج اللي عملته. طبعا اللي عايز دريسنج زياده يزود، لكن هي الكميه دي مظبوطه جدا وبتدي نتيجه معقوله جدا، يعني لا تبقى البطاطس ناشفه ولا تبقى عايمه في الدريسنج. وادي سلطه البطاطس جاهزه وزي الفل وزي القمر، خلصت معانا في ثواني. نمسح بس اللي وقع ده وندخل على اللي بعده على طول. السلطات بالنسبه لي احنا بنقعد نعمل ايه؟ بنقعد بنبقى عايزين نملى السفره في العزومه عشان يعني شكلها يبقى حلو، فنقعد نزود اطباق نزود اطباق نزود اطباق لحد ما ينتهي الامر ان اللي قاعد بياكل ده مش عارف اصلا ياكل ايه ولا ايه، وهو غالبا يعني كبني ادم طبيعي مش هيعرف يلمس نص الاطباق اللي موجوده على السفره. اللي يعوض لنا ده يخلي شكل السفره حلوه من غير الهدر بتاع في الاصناف والتكتير الزياده، ان احنا نعمل سلطات ومقبلات هي اصلا احلى من الاكل والله، وبتتاكل اكتر بكتير وبتدينا شكل كده جميل جدا للسفره.
ادي سلطه البطاطس هنخليها على التقديم. ندخل على طول على سلطه البطاطس الروسيه، السلطه الروسيه قصدي. ايه السلطه الروسيه؟ سلطه البسله اللي بالجزر والمايونيز اللي بتشوفوها في المحلات، بيبقى محطوط فيها بيض مسلوق لو هي معموله صح. وانتوا ما بت... يعني الناس بتقول ايه ده، لا بيض لا يمكن، ما احبهاش بالبيض، وهم اصلا كلهم بياكلوها بالبيض وهي كده بتبقى مظبوطه. لكن طبعا اللي عايز يشيله ما فيش مشكله. 500 جرام من البسله والجزر المسلوقين، ممكن على فكره نضيف لهم بشويه بطاطس مسلوقه كمان لو حابين، بس انا خلاص بما اني عامله سلطه بطاطس خليت دي بسله وجزر بس. 500 جرام من الجزر المكعبات الصغير المسلوق، يعني كله حتت صغيره وسلقينها. 4 فصوص من الثوم المفروم، 2 بيضتين مسلوقين، 1 كوباية من المايونيز، ونص 1 كوباية من اللبن الرايب وملح، وكده تبقى السلطه جاهزه. يلا بينا نبدا نعمل الدريسنج. الدريسنج بنبداه بايه؟ بنبداه بان احنا بناخد البيض ده نهرسه. طيب انا همسك كده السكينه واقطعه كده في البوله على طول. قطعه كده ممكن نهرس بالشوكة كمان، وده اللي انا هعمله دلوقتي، بس بصغر الحتت الاول عشان تتهرس معايا. بس تمام قوي كده، هاجي بالشوكة وهبدأ أهرس البيض، يبقى قطع صغيرة خالص ما تتحسش أصلا في الأكل، وده بيظبط طعم الدريسنج بتاعها جدا وبيديها الطعم الجاهز بالظبط. أنا دايما بقول لكم الصح. في ناس بقى هتقولي لأ بيض مسلوق في السلطة مش هيبقى حلو، براحتكم. زي بالظبط ما كانوا الناس يقولولي على الأنشوجة في صوص السيزر، هو بيتعمل كده يا جماعة، هنغير فيه ازاي يعني، وناخد نتيجه مظبوطه ازاي لو احنا هنغير في حاجه اساسيه منه؟ فهي السلطه الروسيه بالظبط نفس الفكره، البيض المسلوق حاجه اساسيه فيها، مش مجرد يعني اضافه كده، هي اللي بتظبط طعمها وبتديها الصح. فعشان اوصل للطعم المظبوط زي الجاهز لازم امشي على نفس الخطوات. لو حد بقى منزعج من البيض لاي اسباب شخصيه يشيله مفيش مشكله. تقليبه كده بس خلاص، اتاكد ان كله اتهرس. شايفين هو بقى عامل ازاي؟ زي الباودر ده بالظبط اللي احنا عايزينه. نقدر بقى ناخد بقيه المكونات نكمل الدريسنج بنفس الاسباتشولا، مش هوسخ واحده ثانيه. هاخد المايونيز، هاخد اللبن الرايب اللي بيخف لي المايونيز وبيحول المايونيز من حاجه مكتله كده ورخمه لا لدريسنج لذيذ كده وظريف وبيختلط مع الاكل كويس. هقلب كل الكلام ده مع بعضه. بالشكل ده هضيف البسلة بالجزر، مسلوقين طبعا، هاجي احط شوية ملح. اغلبية الوصفات بتحط لها ملح بس انا بصراحة بحب ادي رشة فلفل اسود كمان، مش هتقول لأ ومش هتبوظ الوصفة في حاجة. يلا وهنقلب نتأكد ان كل حاجة اتخلطت مع بعضيها تماما، وتاكلوا شوية سلطة بقى روسية وتدعولي. تاني اللي حابب يحط فيها مكعبات بطاطس صغيرة ممكن، مش هتقول لأ، ولكن زي ما قلتلكم انا عاملة اوريدي سلطة بطاطس فخلاص اكتفيت بهنا بالبسلة والجزر. وخلصت سلطة البطاطس الروسية. يلا شايفين احنا واقفين قاعدين بنخلص بنخلص بنخلص، الموضوع بسيط خالص. طبعا ممكن جدا استخدم اكياس البسله بالجزر المجمده، مش اي مشكله، ممتازه وهتوفر لي اصلا جهد، هتخلي السلطه دي تخلص معايا في ثواني. طيب عندنا سلطه الفاصوليا الحلوه اللي برضو ليها شعبيه جامده جدا. 500 جرام من الفاصوليا الخضراء المسلوقه، انا مش عارفه دي 500 جرام ازاي يا ولاد، ده نص كيلو؟ طب انا طالباها طازه عموما يعني. anyway بصل، 2 بصل احمر جوليان، ربع كوباية من العسل الأبيض، 2 كبار من الخل، زيت زيتون وملح وفلفل أسود. برضو من أبسط السلطات اللي ممكن تعملوها في الدنيا.
هناخد اول حاجه الخل، شويه من الزيت، والعسل. هتعملوا تركايه كده هي اللي هتظبط لكم الدنيا. نقلب اول حاجه، ندوب العسل تماما، وعلى فكره ممكن تتعمل بالسكر بس انا بفضلها بالعسل. وناخد مدام نورهان واحنا شغالين، وانا بكلم مدام نورهان انا هحط البصل وهحط رشه من الملح والفلفل الاسود. يا مدام نورهان اهلا وسهلا. انا وصلت بحضرتك. وانت طيبه يا حبيبه قلبي، عامله ايه؟ ربنا يخليك الحمد لله. انا بشكرك على اكل حضرتك وعلى كل حاجه حلوه بتعمليها. حبيبتي لا شكر على واجب، اشكرك انا. ربنا يخليك، كل سنه وانت حضرتك طيبه وكل القصد طيب يا رب. اشكرك كده وصحه وسلامه يا رب. اشكرك يا حبيبه قلبي كل ذوق، وانت طيبه يا رب. ممكن حضرتك بس تنزلي البطاطس الاولانيه كده اللي بالمايونيز؟ حالا حالا تنزل لحضرتك، تأمريني. ايه اول واحده؟ حاضر، من عيني الاثنين حالا انزلها لك. شكرا يا حبيبتي. العفو العفو يا حبيبتي، تأمريني. وسلام ليوسف. يوصل يوصل يا حبيبه قلبي، يوصل. ربنا يخليكي يا رب، يوصل. وهنزلوا لنا البطاطس تاني يا اولاد. بصوا بقى احنا عملنا ايه؟ احنا خلطنا كل المكونات مع الملح والفلفل الاسود، السلطه على الشاشه اهي، سلطه البطاطس بالمايونيز. بوعدكم مفيش اي فرق بينها وبين اللي بتاكلوها في المطعم. البصل مهم جدا انه ينزل يقعد في الدريسنج ده شويه. ليه بقى؟ عشان هيروح منه الطعم الني قوي، مش هيبقى مزعج كده، بصل بصل يعني. وفي نفس الوقت هينزل ميته في الدريسنج ده، فهيظبط لنا السلطه دي جدا. فاللي برشحه لحضراتكم انكم تعملوا الحركه دي كده قبل ما تقلبوا السلطه، يعني قبل ما تحطوا الفاصوليا بتاع مثلا نص ساعه، ممكن حتى ساعه ما يجراش حاجه. كل ما البصل هيقعد في الدريسنج ده كل ما هتاخدوا سلطه فاصوليا احلى. نيجي بعد كده نضيف الفاصوليا مسلوقه طبعا، ويا سلام برضو لو تتحط على الدريسنج دافيه، بيفرق معاها جدا، لان اي خضار دافي بيتشرب السائل اللي هيكون حواليه. فلما انا احطها في دريسنج طعم كده وهي دافيه هتتشرب وهتتنكه بيه، مش هتبقى مجرد ان هي شويه فاصوليا ومتقلبه معاه، لا، الموضوع هيبقى اكبر من كده بكتير وهتبقى احلى من كده بكتير. وادي سلطه الفاصوليا جهزت معانا. يبقى احنا في سيجمنت واحده مخلصين ثلاث سلطات. اديكم شفتوا الموضوع بسيط قد ايه وجميل قد ايه. ثلاث سلطات خلصناهم، سلطه البطاطس والسلطه الروسيه وسلطه الفاصوليا الحلوه. هنطلع فاصل صغير جدا، ولما ترجعوا منه نكمل حلقتنا، مستنياكم. ورجعنا من الفاصل، قدمنا السلطات بتاعتنا اطباق عادية خالص سادة كده، هي كلها مبهجة والوان، مش محتاجة الحقيقة مننا جهد كبير. وبقى عندنا اهو في ركن التقديم ثلاث سلطات جاهزين. يلا ندخل على اللي بعده. عندنا ايه كمان؟ عندنا الكول سلو وعندنا السيزر سالاد. تعالوا نبدأ بالكول سلو. الكول سلو يا جماعة من السلطات اللي ما تعملوهاش طازة ابدا، يعني عمرنا ما نعملها ونقدمها، لازم نقعدها شوية، كل ما بتقعد كل ما بتحلو. الكول سلو علشان نعملها محتاجين راس كرومب فرنجي مبشوره، وهناخد واحده حمراء وواحده خضراء عاديه، وعايزين ثلاث جزرات مبشورين، بصلايه بيضة مكعبات صغيره. الناس بتستغرب قوي من اضافه البصل، لكن صدقوني هي بتظبط الطعم جدا، وبرده اللي مش عايز يضيفها ما يضيفهاش، ما فيش مشكله. اربع فصوص من الثوم المفروم ناعم، كوبايه من المايونيز وكوبايه من اللبن الرايب، ربع كوبايه من العسل الابيض، وملح، بيتحط لها ملح فقط لا غير. بولة كبيرة كده بقى هنعمل فيها ايه؟ الدريسنج اول حاجة. استنى نجيب سباتشولا. جهزوا نفسكم، هنحتاج السيجمنت الجاية يا بولات. تمام. ادي اللبن الرايب. وادي المايونيز.
العسل الابيض. الله على اختراع السباتشولا، كان يعني العسل عشان يطلع من البوله يطلع روحنا معاه، دلوقتي بيطلع من البوله في ثواني. وادي التوم، هجيب مضرب سلك وننزل كده كل اللي على الاسباتشولا. واحنا بنكلم مدام رانيا. يا مدام رانيا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مدام رانيا؟ عامله ايه يا حبيبه قلبي؟ مدام رانيا اسمعينا من التليفون. مش سامعة. والله بسمع من التليفون والله. أنا سامعة صوتي. يعني دي وقتي اللي أيوه عشان نفهم بعض. ازيك يا حبيبتي عاملة إيه؟ الحمد لله كويسة. أؤمريني. ربنا يخليك يا رب. عايزه بس الفرق هي اللي حضرتك عاملها بالبطاطس دي، والنبي يقول للاستاذ الجمل كل سنه وهو قريب ويسيب الحاجات بس شويه ما يكتبوها ربنا. حاضر، من عينيا للتاني. وينزلوها لنا الاخر بنبقى في حاجات من عينيا للتاني. قول له بتعيد عليه حضرتك يا رب. من عينيا للتنين يا حبيبتي. النهارده معانا استاذ حمدي مش الجمل، وهو سمعك وبيقول لك حاضر. طب والنبي سيبهم عم ينقلوا بس. تسلم يا حبيبتي، شكرا جزيلا. ربنا يخلي حضرتك. يلا يا حمدي توصى بالناس بقى. اتصب لها المقادير على الشاشة شوية، ما تشيلهاش بسرعة. والنهاردة بقى بمناسبة ان سيرة ايه حمدي جت، فعايزين نقول له كل سنة وانت طيب يا حمدي. ايه الزيطة دي كلها يا لهوي؟ عيد ميلاد حمدي النهاردة، كنت هقوله في آخر الحلقة يعني، بس قلت إيه خلاص بقى الشيء بالشيء يذكر، فبما إنه قلنا اسمه خلاص نكمل بقى للآخر. كل سنة وأنت طيب يا حمدي. أهو كل سنة وأنت معانا حبيبي حمدي، من أجمل وأطيب الناس اللي ممكن تقابلوها في حياتكم، ويبقى كده يعني شاغل نفسه وقلقان ومتوتر لو حاجة بس مضايقانا. ف يعني إحنا دايما سعداء بوجودك معانا، وكل سنة وانت محقق كل أحلامك ومنورنا يا حبيبي. بس مش عارفة بصراحة عيد ميلاد رمضان ده نعمل لك فيه ايه؟ نجيب لك حلة محشي ولا طاجن مسقعة ولا نعمل لك ايه بالظبط؟ طبق بلح، طبق خشاف، نعمل لك ايه بس؟ تورتة كنافة، نخترع لك تورتة كنافة؟ بنقلب بقى كويس جدا، ولو يعني عايزين الحق تقليب الكول سلو بالايد احسن حاجه، عشان نختص كده تحت نجيب من المعميع. فاستنوا بقى نجيب جلافز ونجيب من المعميع زي ما قلت لكم. يلا بينا. تقليبها مهم قوي، لان ضروري الصوص او الدريسنج يوصل لكل حته فيها. ليه؟ عشان هو اللي هيخلي الكرنب المقرمش الني قوي ده يبقى طري ويدبل كده معانا. فكده باطراف الايد اهو بس كده. دي احسن طريقه بصراحه، وتبان كده في الاول ايه عشان بس ما تتخدعوش، الكلمتين اللي دايما اقولهم على الكول سلو، يبان لكم في الاول كده ان ايه ده الدريسنج قليل قوي. هي ساره بتهزر، دي كانها ما فيهاش دريسنج، لكن انا يعني مش هقول حاجه، انا هسيبها كده زي ما هي، وبعد شويه هوريكم اللي هيحصل. مبدئيا كده اللي هيحصل يعني ايه، انا هوريه لكم طبعا عمليا، بس نظريا اللي هيحصل ان كل الخضار ده هيبدا يدبل وهينزل ميته، فالدريسنج اللي احنا شايفينه مش كافي ده هيبقى مالي البوله وزياده، وكل ما هتقعد كل ما هيحصل ده اكتر. احنا جهزناها كده، هنسيبها على جنب لاخر الحلقه، مش هنيجي جنبها، ننظف بس مكاننا عشان ايه النظافه من الايمان. والنبي يا جماعه معرفش ايه اللي جاب السيره دي في دماغي، بس في حركه كده انا حرفيا بترفع لي الضغط، لما حد يبقى سايق عربيته اللي ما شاء الله يعني منظفها ومخليها زي الفل، ومفتح شباك العربيه ومطوح لك منها حاجه. في ايه بجد والله، في ايه؟
هو احنا يعني عشان نعمل كده فلازم نكون عايشين في مزبله صح؟ فاكيد احنا مش عايشين في مزبله، احنا عايشين في شوارع بيمشي فيها ناس ما لهمش ذنب في الحياه ان هم يبقوا سايقين عربياتهم او ماشيين في الشارع يلاقوا زباله حضرتك بتترمي عليهم. فدي حركه وحشه جدا وبحسها يعني من ابشع، يعني عايزه اقول لكم ان انا لو اعرف حد بيعملها ممكن اقفل منه اصلا، ما اعرفش اتعامل معاه يعني، بتضايق منها جدا. فاتمنى يعني ان احنا نعيد النظر في الحركه دي، هل في منطقي؟ بالظبط، يكفي ان في راجل كبير كده عامل نظافه كتر خيره بيقعد يلم وراك الحاجه دي، فبصراحه حركه غير مقبوله اطلاقا. اتمنى ان انا ما اشوفهاش ابدا، بنزعج منها قوي قوي. وتلاقي واحد ايه ركب عربيه بمليون جنيه وبيفتح الشباك يرمي علبه عصير ولا علبه بيبسي، يعني معلش انت بتعمل كده في بيتك؟ بتدخل من البيت كده تقوم رامي الزباله في الارض؟ فهو ده بيتنا كلنا، يعني ارض الوطن هي لاهل البلد صح؟ فمش من حق حد انه يرمي فيها حاجه كده. ده غير ان العلبه اللي حضرتك بتطوحها دي هي ممكن تلبس اصلا في العربيه اللي وراك او تلبس في بني ادم ماشي، فيعني بيهيفير غير مقبول بالمره. مدانا مدام عائشه على التليفون. يا مدام عائشه اهلا وسهلا. حضرتك ازيك؟ كل سنه وحضرتك طيبه. ازيك يا حبيبه قلبي عامله ايه وانت طيبه؟ الله يكرمك يا رب. لانك حضرتك بتعملي سلطات فانا عايزه اسال حضرتك، في سلطه بطاطس بناكلها في المطاعم بس بتبقى بوريه كده وحته واحده بس طعمها خطير، معرفش مطاعم شرقي ولا غربي؟ لا بتبقى معاها حاجات مشويات كفته وكده، هي بتبقى عباره عن بوفيه مفتوح، انا باخد طبعا السلطات والحاجات المقبلات دي، فبتبقى بطاطس ما حتى انا سالت الشيف ضحك وسكت ما ردش عليا. ما بيقولوش سربوا لي انا اسرارهم. بصي اللي بالتوميه يعني اللي تحسيها فيها مايونيز ولا اللي تحسيها فيها كمون وزيت؟ لا ما فيهاش كمون وزيت، بس هي حته واحده عامله، عارفه حضرتك تبقى حسي ان هي عامله زي الصينيه، هي بتبقى حته واحده يعني كتله واحده كده، انا طبعا اللي بسحبها بس الطعم هو خطير، بس مش عارفه اجيب حتى اللي فيه ايه. هي بصي هي قريبه مع مشويات، قريبه جدا من اللي احنا عملناه ده، ولكن من غير هتهرسيها تماما، ممكن تضربيها في الكبه هتديك اللي انت بتقولي عليه ده بالظبط، ومن غير الخيار المخلل. ممكن ادخلها الفرن بعد كده شويه مثلا تاخد طعم او كده؟ لا لو هتدخليها الفرن بقت بطاطس بيوريه من مش سلطه، يعني دي بقى ليها طريقه ثانيه خالص. هتعمليها هي مقبلات عموما، بس انا ما اعرفش اذا كانت سلطه ولا هي متبعه من مقبلات. بتبقى بارده ولا سخنه؟ لا بارده. لا برده يبقى سلطه، يبقى هي زي ما بقول لك كده بتتضرب بس في الكبه، نفس اللي عملناه ده بالظبط، بس اضربيها في الكبه وشيلي منها الخيار المخلل هتديك الطعم بالظبط. تسلمي يا حبيبتي، اهلا وسهلا بيك. كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيبه وبصحه وسلامه. كل سنه وتحمدي طيب. وانت طيبه يا حبيبتي، ربنا يخليكي، بيشكرك. يلا بينا ندخل على السيزر سالاد. السيزر سالاد من اجمل السلطات وميزتها انها وجبه كامله متكامله، يعني انا ممكن اتغدى سيزر سالاد مش فيش اي مشكله. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي. السيزر سالاد يا جماعه محتاجين صدرين فراخ مشويين محمرين روست، وبقي عندنا فراخ بقيت من معرفش ايه، كل ده ينفع، اي بواقي فراخ تنفع. كوبايه صوص سيزر، وطبعا صوص السيزر احنا عملناه مع بعض كتير جدا في سنه اولى طبخ، اذا امكن يا نور تنزل لنا مقاديره على الشاشه. برافو عليكي، مجهزه نور وهتنزله لنا على الشاشه. 3 كوبايات من التوست مقطعينهم مكعبات ومحمصينهم او محمرينهم، كابوتشا خص يعني وممكن خص عادي بخص بلدي مش لازم كابوتشا، نص كوبايه من الجبنه البارميزان، رشه جوزه الطيب وملح وفلفل اسود، الملح والفلفل الاسود وجوزه الطيب دول كانوا للفراخ شويناهم بيها بس، وبنبدا نجمع. طيب بنجمع السلطه دي ازاي؟ اولا بنجيب طبق كده كبير حلو مفروض قدامنا، واول حاجه هنعملها ان احنا هنحط الخص. هقول لكم الصوص دلوقتي كده واحنا شغالين، كوبايه من المايونيز، معلقه كبيره من المستردة، وربع كوبايه من عصير الليمون، فصين من الثوم، 4 شرائح من الانشوجه، معلقتين كبار من الجبنه البارميزان المبشوره، وملح وفلفل اسود، كل ده بيتضرب مع بعضه في الكبه لحد ما ينعم تماما. عايزين تضربوه من غير الكبه مفيش مشكله، بس هتدقوا التوم مع الانشوجه في الهون لحد ما ينعموا خالص. اول حاجه بنعملها بنحط الخس. بعد كده يا حبايبي هو البلانشات التقطيع بتبقى فين؟ لسه انا ما حفظتش برضه. يلا بينا هناخد الفراخ وسكينة حامية.
يلا بينا. هنقطعها بنشويها برشة ملح وفلفل وجوز الطيب، ممكن تتشوح على في طاسة في شوية زبدة، ممكن جدا تتشوي زي ما قلت لكم. أي بواقي فراخ روستو تنفع، مش هتقول لأ خالص، فهي وصفة حلوة قوي لبواقي الفراخ. وأنا زي ما قلت لكم، أنا بالنسبة لي سيزر سالد يعني مش سلطة قد ما هي وجبة كاملة متكاملة. بناخد الفراخ نقطعها شرايح بالشكل ده، لا تبقى رفيعة قوي ولا تخينة قوي. وجبة فيها خضار وفيها بروتين وفيها نشويات ويجمعهم صوص مميز جدا. ازاي بقى ما تبقاش وجبة كاملة؟ وجبة كاملة ونص للناس اللي عايزة فطار خفيف او عشاء خفيف او سحور حتى، دي مناسبة جدا ليهم. شكل الفراخ مغري، اللهم اني صائم. يلا نكمل بنفس الطريقة. الفراخ شرايح والسيزر سالد ما هي إلا شوية تقطيع وشوية رص، لأن هي يعني بتحتاج كده رصة شيك جميلة زيها تخلي المنظر جميل. بس احنا كده جاهزين لمرحلة ما نخلصها ونطلع. يلا بينا. مش تاخد ثانية. بس قطعنا الفراخ، هنيجي أول حاجة نضيف من التوست المحمص ونوزعه كده بالشكل ده. أنا بحب بقى قبل ما أضيف التوست أخد من الدريسنج أوزع عشان أضمن إن كل طبق السلطة وصله الدريسنج. معانا ملك على التليفون. يا ملك اهلا وسهلا. ازيك يا شيف سارة؟ ازيك يا ملك، عامله ايه يا حبيبتي؟ انا كويسه، انت اللي عامله ايه؟ بحبك قوي حبيبتي. تسلمي لي يا رب، انا زي الفل الحمد لله. يوسف نونا تسلمي لنا يا روحي. تسلمي يا رب، انت اللي جميله. شكرا يا حبيبه قلبي. ما انا سمعتها. احنا بنحبك اكتر يا حبيبتي. يلا بنوزع دريسنج في كل حتة عشان اللي ياخد من السلطة من أي مكان يوصلوا كل حاجة. وطبعا ممكن نقدم الزيادة معاها، وأنا دايما بعمل كده عشان اللي عايز يزود يزود في طبقه، مش كده؟ صح؟ يلا بينا. هناخد بقى الفراخ ونبدأ نوزعها. نوزع كده شرايح الفراخ. حد بقى يقول لي ان دي مش وجبة كاملة؟ ده وجبة ونص وثلاث ارباع، وجبة عظيمة كمان. ده طبعا مش للمفاجيع اللي بيسمعوني دلوقتي، ها في الكنترول الكلام ده ما ياكلش معاكوا صح؟ ياكل؟ ياكل معاك انت غلبانه زي ده بالظبط. بس نوزع كل قطع الفراخ. فكده بقى الحقيقه طبق، شايفين صدرين فراخ ادونا كميه سلطه قد ايه، ومليانه ما شاء الله. يعني مش بقى اللي هي سلطه نلاقي حته فرخه كده يا عيني غلبانه ومش عارفين الباقي راح فين، لا دي سلطه سلطه يعني. بس كده متشكرين يا سلطة. وكده جهزت السلطة، فاضل لها حاجة واحدة بس، ان احنا ناخد بقى شوية جبنة بارميزان، وده اختياري، نوزعها كده على الوش. وخلص طبق السيزر سالد اللي بنجيبه بخشرميت ألف جنيه من أي مطعم. هو بيكلف طبعا عشان فيه بارميزان، ولكن طبعا مش هيكلف حاجه خالص من التكلفه اللي بتبقى في المطعم. هيبقى اقل بكتير يعني. وادي طبق سيزر سالاد محترم يتحط على السلطه كده، يقولوا ايه الشيف الجباره اللي عامله لنا الفطار دي النهارده. يلا بينا، هنطلع فاصل صغير جدا ولما نرجع نكمل حلقتنا مستنياكم.
من الفاصل ولقينا السلطات ما شاء الله يعني كتير، فقمنا مزودين بقى مفارش عشان نقدم براحتنا. السيزر سالاد اتقدمت، بصوا انا عملت ايه، خدت الصوص اللي باقي كله حطيته في صوصيره وقدمته معاها كده على جنبها عشان اللي حابب يزود في طبقه يزود، ما عندناش اعتراض. طيب عندنا بقى ايه، عندنا الجريك سالاد، والجريك سالاد نفس الفكره كده، سلطه عايزه تترص حلو علشان تبقى لذيذه، وعندنا الكول سلو كمان انا عايزه اقدمها بالمره عشان نبقى كده خلاص خلصنا وقدمنا كل حاجه. انا هوريكم شايفين الخضار ايه اللي حصل له، دبل ما عادش عالي في الطبق زي ما كان، وطبعا كل ما هنقعد كل ما هيدبل اكتر وهيعمل دريسنج اكتر، وهو نازل دلوقتي واضح ان الدريسنج زاد. طب ما هو انا زودته؟ لا ما زودتوش، هو بس كل الموضوع ان الخضار نزل الميه بتاعته زي ما قلت لكم بالظبط انه هيحصل. عشان كده بقول لكم دي مش سلطه تتعمل وتتقدم على طول، دي سلطه لازم تتعمل وتقعد حبه نديها فرصتها ان الخضار يدبل، يا اما ما بتبقاش احلى حاجه وما بنحسش ان نكهاتها ممتزجه كلها مع بعضيها، لا بتبقى كده يعني مش الطف حاجه خالص. ادي الكولسلو وييجوا حالا جنب اخواتهم. ادي طبق الكول سلو هنجيبه هنا كده. فاضل عندنا طبق السيزر سالاد، السيزر سالاد انا برضو عايزه ارصها رصه حلوه، فهجيب لها طبق قمر كده زيها. وتعالوا نقول المقادير الاول، المقادير للجريك سالاد او السلطه اليوناني، هي سلطه خضار بكل بساطه، ولكن كل الفرق ان احنا بنحط عليها شويه جبنه فته نعملها دريسنج لطيف جدا. طماطم، 2 طماطم مكعبات منزوعه البذر، واربع خيارات شرايح، كوبايه فلفل الوان مكعبات، نص كوبايه زيتون شرايح، بصله حمراء شرايح، ونص كوبايه بقدونس مفروم، قطعه جبنه فته، زيت زيتون، معلقتين كبار من المستردة، معلقتين كبار من العسل الابيض، نص كوبايه من عصير الليمون، ومعلقه كبيره من الزعتر الجاف، وملح وفلفل اسود. احنا هناخد اول حاجه مكونات الدريسنج كلها هنا، هناخد زيت الزيتون، ثانية اجيب سباتشولا كده عشان نبقى براحتنا. يلا المستردة، العسل، عصير الليمون، والزعتر، الناشف. هبدأ أقلب كل الحاجات دي مع بعضيها، يفضل طبعا بمضرب سلك أو حاجة زي الشوكة كده أو معلقة حتى. خلوني أشوف اللي هلاقيه مناسب هيكون إيه. ناخد مضرب السلك الزقنون ده، استنى في واحد رفيع كده هو هيكون انسب. يلا بينا هنقلب، استنى طب نخلص الدريسنج، نقلب 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 نقلب، ملح وفلفل اسود على قد طبعا السلطة كلها، نعمل حسابنا ان في زيتون وفي جبنة فتة الاتنين حادقين، ونقلب وادي الدريسنج جاهز معانا. ماشي، ايه الخطوة التانية؟ تقليب عادي جدا، هاخد كل الخضار هنا، ادي الفلفل، ادي الطماطم، ادي الخيار، ادي الزيتون، وهنقلب كل الكلام الجميل ده مع بعضه بشويه من الدريسنج.
وناخد كمان الخضرة وهي اختيارية، ممكن حد ما يحطهاش. هي التقليدي انها من غير باي ذا واي، بس انا بحب طعمها بيها قوي. لاحظوا ان انا ما خدتش البصل، هاخد الخضار ده زي ما هو كده احطه في طبق التقديم، هفرده وهبدا اوزع البصل على الوش. طيب هطلع فاصل صغير جدا عبال ما حضراتكم ترجعوا لي، مش هعمل اي حاجه، هستناكم. فاصل صغير ومستنياكم. رجعنا من الفاصل، انا رصيت البصل على الوش حلقات كده وشكله يجوع. والسلطات بصراحه انا نقطه ضعفي في الحياه السلطات، لان انا مش من الناس اللي بتعرف تاكل اكل كتير قوي تدب فيه يعني، فبالنسبه لي السلطه هي من الحاجات اللي بعرف ادب فيها يعني، فعشان كده بحب السلطات جدا. فالحلقه النهارده يعني ايه بتلعب على اعصابي. ما حدش بقى يقول لي ان السفره محتاجه احلى من اللي معمول ده، مش محتاج بقى 100 طبق ومش محتاج 100 صنف مكرونه و100 صنف رز و100 صنف لحوم. احنا نقدر نزود اصناف بحاجات تانية تدي شياكه وتتاكل بقى فعليا، مش تبقى مجرد ان احنا اهو حطينا صنف وخلاص. وزعت الجبنه كلها على الوش، وعندي هنا من الدريسنج زياده، اقدر اجي كده قبل التقديم على طول واحط شويه كمان واسيب الباقي هنا للي يحب يزود بذوقه. وده يا جماعه طبق الجريك سالاد بتاعتنا، اللي عايزها من غير خضره ممكن، هي اغلب المطاعم بتقدمها من غير خضره، فناس كتير اتعودت عليها كده، مفيش مشكله، ممكن جدا تتعمل من غير الخضره عادي وهتبقى جميله جدا وزي الفل. بس وده طبق السلطه بتاعنا. تعالوا كده نشوف احنا عملنا ايه النهارده، ورينا كده، وروني المنظر يا جماعه، عايزه صوره كده ايه تتالى حمدي كده للموضوع اللي حاصل ده. بصوا الجميل، يعني اعتقد ان مفيش ولا احلى ولا اروع ولا بهجة الوان اكتر من كده. كمية من السلطات كلها احلى من بعضيها. عملنا النهاردة ايه؟ عملنا سلطة الفاصوليا الحلوة، وهي يعني ايه ليها حبايب وعشاء كتير جدا. عملنا سلطة البطاطس اللي بتروحوا المطعم اياه كلكم عشان تاكلوها. عملنا سلطة السيزر، وعملنا الجريك سالد. انا بس عايزة اعمل حاجة واحدة يا حمدي بعد اذنك، يا عايزة ابدل طبقين مع بعض. ماشي؟ هبدل طبقين مع بعض. ايه عايزة اجيب انا السيزر هنا، هقول لكم ليه وجهة نظري دلوقتي، وهجيب الجريك هي اللي قدام. طيب ايه وجهة نظري من التبديلة دي؟ المفرش اللي محطوط عليه سيزر سالد نفس الوانها بالظبط، فما فيش اي كونترست، ولكن هنا سلطة السلطة اليونانية او الجريك سالد مليانة الوان، فهيبقى شكلها اكيد احلى بكتير على المفرش الابيض، فهي مجرد تنسيق الوان يعني، هنا في احمر فهيبقى كده لايق اكتر. يبقى تاني عملنا ايه النهاردة؟ سيزر سالد، كول سلو، سلطة فاصوليا حلوة، سلطة بسلة، سلطة روسية اللي هي البسلة الجزر بالمايونيز، سلطة بطاطس، وسلطة يونانية. أعتقد إحنا كده محدش بقى في سلطة يحلم بيها في الحياة مش ممكن تكون موجودة في العزومة. كل السلطات عملناها في حلقة أول امبارح كانت للسلطات الشرقية، عملنا برضو حاجات كتيرة جدا، وسلطة النهاردة للحاجات الغربية، وكده التركيبة كاملة ومتكاملة. وتقدروا تلاقوا أي سلطة أنتوا عايزينها تكملوا بيها سفرتكم وتكون سفرة كاملة ومتكاملة ومنتهى الحلاوة والجمال. يا رب إن شاء الله الحلقة تكون عجبتكم. وبفكركم إن إعادة البرنامج الساعة 9:30 بالليل. أنا اللي بقوله ده صح؟ 9:30 ولا أنا بخرف؟ صح؟ الإعادة 9:30؟ صح؟ آه صح، 9:30 بالليل.
وكل حاجة بنعملها في الحلقة بتنزل على جميع بلاتفورمز السوشيال ميديا الخاصة بالقناة PNC Egypt أو PNC Food، والخاصة بيا سارة عبد السلام بالعربي وبالإنجليزي. أسيبكم في رعاية الله وأشوفكم بكرة بحلقة جديدة من سنة أولى طبخ. الحلقة بكرة هنغطي كل العصاير، هنعمل أربع عصاير أساسيين اللي عامل عزومة محتاج يبقى عارفهم علشان يعمل أتليست واحد أو اتنين منهم للضيوف اللي جايين له، وحنعملهم بأبسط طريقة كالمعتاد وخطواتهم واحدة واحدة، وإن شاء الله يطلعوا معاكم زي الفل. أسيبكم في رعاية الله وأشوفكم بكرة في حلقة جديدة من سنة أولى طبخ. كنت معكم سارة عبد السلام، وهكون معاكم بكرة في نفس الميعاد الساعة 2. أشوفكم على خير، مع السلامة.